إلى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنك لا تخلف الميعاد آمين يا مجيب دخل. هنا كاين بيت النعاس، ها هو بيت النعاس كبير. هنا كاين الكوزينة، ها هي بالثلاجة وكل شيء ديالها. هنا واحد البيت النعاس ديال الدراري، ها هو حتى هو كبير. وهنا كاين بيت الكلاس بالتلفازة والانترنت، هاهو البالكو، البالكو هاهو. يعني من تما كتشوف داك الجسر، راه هو جسر معلق الكهرباء بين الجهة الأوروبية والجهة الآسيوية. وكاين هنايا كاين شجرة الكرموس، هاهو شجرة الكرموس موجود. يعني منطقة صراحة زوينة، كوزكنجوك سميتها، منطقة سميتها كوزكنجوك، زوينة الصراحة. أنا نباركم من هنا وبعزا نسترجم من هنا قد نجبد الكرموس إلا بغيت. مهم، ها هو الفوطويات، التلفازة، الانترنت، الكتوبة اللي بغا يقرا شي حاجة. هادشي اللي كاين. والدوش، يعني نسيت ما صورت لكم الدوش.
الدوش او بالصبانه، داك الشيء كان كير لي زابارتمون، المرايا، بلاكار، تواليت او الدوش. ها هو يعني شقه متكامله، حنا نقولوا زوينه زوينه بزاف، عجبتنا. نشد او ها انا دا انا دا الابارتمون متكامل الصراحة، بلاكارات، غسالة المعان، الفران، البوطة، كتغسل، سخان الماء، مكينة القهوة، مكينة القهوة واحدة أخرى، يعني كل شيء الصراحة. الثلاجة حتى هي خدامة مزيان، القرعة ديال الماء راه هي كدير 30 ليرة باش تعمروها، فيها 19 لتر، 30 ليرة يعني ماشي شي حاجة، قل من 30 درهم كاع، ممكن 25 درهم ولا 20 درهم الله أعلم، 19 لتر. وناد الجلسة هادي باش كناكلو. المنطقة اللي كريت فيها يعني هي هادي، الديور هنا عوجين وهادي تلعق، صحة وصعيبة الصراحة، خصوصا إلا كنا مقدين وتقضينا بزاف ديال الحوايج. يعني هو الطاكسي دابا جا، التي هو طائف thank you.
على سلامتنا. احنا وصلنا لبلجيكا، العطلة ديال الزوينة الحمد لله. احنا وصلنا دابا مطار شارلوروي.